خلال لقائها الرئيس السيسي في نيويورك، مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن اقتصاد مصر يتعافى وهو بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط. مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يؤكد في تصريحات للنيل أن الوزاري العربي سيبحث اليوم في نيويورك سبل توفير الحماية للفلسطينيين ودعم الأونروا. الآلاف يشيعون ضحايا هجوم الأهواز، وإيران تعلن القبض على شبكة كبيرة على صلة بالهجوم، وتحذر أمريكا وإسرائيل من انتقام مدمر. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل الأخبار، والبداية بعد هذا الفاصل. يشارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة نيلسون مانديلا للسلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام القمة تتضمن بعض مواقف مصر في إفريقيا. كما يلتقي الرئيس السيسي رئيسي وزراء بلغاريا والنرويج، ثم يلتقي بعد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان الرئيس قد استقبل المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حيث أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدا بتفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية، إيمانا منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية. من جهتها، أشادت لاغارد بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن اقتصاد مصر يظهر علامات قوية على التعافي، ونموه يأتي ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط. كما التقى الرئيس السيسي في مقر إقامته بنيويورك رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. تم خلال اللقاء بحث مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات. بدوره، أكد رئيس البنك الدولي مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي أثناء عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات. كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة في مصر، وأكد الرئيس في ختام اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل العقبات كافة أمامهم. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتز، حيث أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، فضلا عن المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط. وأعرب المسؤولان الأوروبيان عن حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في المنطقة.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في نيويورك وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث أعرب الرئيس عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن ما تشهده الدول العربية والمنطقة بشكل عام من أحداث وتطورات غير مسبوقة يدفع بضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها. في تصريحات خاصة لقناة النيل الأخبار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أن مصر تترأس مجموعة الدول 77 والصين، مشيرة إلى أن مصر سوف تتولى إلقاء البيان الذي توافقت عليه تلك الدول خلال اجتماع الجمعية العامة. دول الاجتماعات الخاصة بالصحة اللي هي سواء كان بالمرض الدرن أو والسل ومكافحته أو أمراض الغير سارية، مصر بتترأس مجموعة 77 زائد الصين، ومصر هتلقي الكلمة والبيان اللي توافق عليه مجموعة 77 زائد الصين، هنلقيه في الأمم المتحدة يوم 26 و27 الخاص بمكافحة مرض السل. وتجربة مصر رائدة جدا وماشيين بالمعدلات العالمية ومحققين كل الأهداف اللي اتطلبت منا، وكمان في مكافحة الأمراض غير السارية مصر هتلقي الكلمة بالنيابة عن مجموعة 77 زائد الصين، زائد هتلقي كمان كلمة تعرض فيها التجربة المصرية في مكافحة الأمراض غير السارية، خاصة العالم كله متطلع لأن مصر هتعمل أكبر مسح برضو في التاريخ للأمراض غير السارية، الضغط والسكر والسمنة، على هامش المسح بتاع فيروس ابتداء من أول أكتوبر. في لقاء خاص لقناة النيل للأخبار من نيويورك، قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة إن الوزارية العربية سيبحث اليوم سبل توفير الحماية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع عدة دول للبقاء على الشرعية الدولية الممثلة في حل الدولتين. هناك اتصالات مكثفة بتتم مع الاتحاد الأوروبي، مع القوى اللجنة الرباعية، مع روسيا الاتحادية، مع الصين، مع دول عدم الانحياز، مع دول المؤتمر الإسلامي، مع غيرها من الدول لتكثيف الضغوط الدولية للإبقاء على الشرعية الدولية الممثلة في حل الدولتين وعلى القضايا الخمسة التي تشكل قضايا الحل النهائي الرئيسية، وعلى رأسها قضية القدس وقضية اللاجئين والمية والأمن وغيرها. أضاف السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أن الوزارية العربية سيبحث أيضا سبل مواجهة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة. هناك عدد آخر من الأطراف بتحاول أنها تفرض وجهات نظرها على الحل والتسوية، زي إيران، زي تركيا، زي غيرها، وهناك هتجري مناقشة كيف يمكن التصدي لهذه القوى الخارجية التي تسعى للتأثير في شأن عربي داخلي بهذا الشكل. أكد وزير الخارجية سامح شكري الأهمية التي توليها مصر للدفع بالعملية السياسية في سوريا، لا سيما بدء عمل اللجنة الدستورية باعتبارها الخطوة المطلوب تنفيذها لدفع المسار السياسي للأمام في الوقت الحالي. وخلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار شكري إلى تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة المصغرة حول سوريا الأسبوع الجاري في نيويورك. وتم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والمبعوث الأممي تجاه تحركاته المقبلة، حيث أعرب وزير الخارجية عن استمرار دعم القاهرة للجهود الخاصة بالمبعوث الأممي وصولا إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية. وقبيل انطلاق أعمال الدورة العادية 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رصدت كاميرا النيل بنيويورك آراء الجالية المصرية ومتابعتهم لأعمال تلك الدورة. صباح كل يوم تعبر ميار شعيب بوابات المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك لتتابع عن كثب فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولتسجل بكاميرتها هذه كواليس هذه الدورة عن قرب.
ميار التي تحمل الجنسية الأمريكية وهي من أصل مصري، تدرس العلوم السياسية في إحدى الجامعات الأمريكية، لكن كيف تنظر ميار إلى مصر من نيويورك؟ أنا كمصرية عايشة هناك من الجيل الثاني المصريين اللي عايشين في أمريكا، فخورة جدا بمصر وبالتقدم السياسي والاقتصادي اللي احنا فيه وبالمشاريع الكبيرة اللي بتحصل دلوقتي، وكمان باشتراك مصر في اليو ان السنة دي، ودي حاجة تخلينا كلنا بجد كمصريين عايشين في نيويورك فخورين جدا بمصر وبالتقدم اللي احنا فيه. اشتراك مصر في حاجات زي ديت بتخلي الامريكان والويسترن وورلد ان جنرال يبص علينا بطريقة احسن ويشوفنا كناس طبيعيين زيهم وبنشترك في حاجات زيهم وديفلوبينج زيهم. ويبلغ عدد الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من المليون مصري، يتمركز 400 ألف منهم في مدينة نيوجيرسي ومدينة نيويورك حيث المقر الدائم للأمم المتحدة. المصريون هنا على تواصل دائم مع التطورات الحاصلة في مصر ويترقبون التعاطي المصري في أعمال هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة. احنا هنا كجالية مصرية بنحكي صورة طيبة عن المصريين ووجه مشرف لكل المصريين، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة رفع رأسنا قدام الأمريكان كلهم. استعدادات أمنية هنا تجرى قبل ساعات من انطلاق أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى الرؤساء والزعماء، حيث اتشهد هذه الدورة زخما خاصا بحضور قادة الرؤساء وملوك وزعماء ما يقرب من 86 رئيس الدولة. هناك زخم دولي وإقبال على المشاركة الفعالة في التصدي لقضايا التنمية المستدامة وقضايا الفقر والبطالة والإرهاب وكل هذه القضايا، قضايا السلم والأمن الدوليين، كلها قضايا ساخنة مطروحة على الساحة الدولية. يترقب الجميع هنا انطلاق أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى الرؤساء والزعماء، كما تتابع الجالية المصرية والعربية عن كثب كيفية التعاطي مع القضايا العربية من خلال أعمال هذه الدورة. من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، محمد عبد الله، النيل. يتوجه اليوم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على رأس وفد برلماني إلى أيرلندا في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره الأيرلندي. تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني والرغبة في العمل على تطويرها لا سيما على المستوى البرلماني ولدعم العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين. يتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار قصر البارون بمصر الجديدة للوقوف على سير أعمال المشروع الجارية حاليا والتي تصل تكلفتها إلى 113 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قصر البارون مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، أولا كيف تتابع تفقد وزير الآثار لقصر البارون؟ دكتور خالد العناني وزير الآثار، ويرافقه الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قصر البارون للوقوف على الأعمال الإنشائية داخل هذا المشروع. أعمال الترميم التي وصلت يعني إلى نحو 50%، هذه الأعمال تضم ترميم الواجهات والأسقف وترميم الأعمال الزخرفية. أعمال الترميم يعني تتكلف نحو 113 مليون جنيه من أصل 1,270,000,000 جنيه، يعني تم تخصيصها لتطوير 8 مواقع أثرية. للحديث أكثر عن أعمال الترميم داخل قصر البارون معي على الهواء مباشرة الدكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. دكتور مصطفى، برحب بحضرتك على شاشه النيل الاخبار، وعايز اتعرف من حضرتك عن عمليه الترميم اللي بتتم الان، هي عباره عن ايه والاعمال وصلت لحد فين؟ ممكن نوضح حاجه مهمه الاول قبل ما نتكلم على معنى الترميم. مين هو البارون؟ مليونير بلجيكي جه من الهند بعد افتتاح قناه السويس تقريبا، جه من الهند وحب المنطقه، حب القاهره، فصمم ان هو يعمل القصر بتاعه فيما يسمى صحراء مصر الجديده. عمل مسابقه عالميه لاحسن تصميم للبنايه، عمل التصميم في باريس المسابقه، فكان احد الناس اللي تقدمت الكسندر مارسيل، ده فرنسي عمل تصميم عجبه جدا اشتراه، وجه التنفيذ من 1905، تم الانتهاء من بنايه هذا القصر في 1911. الستايل بتاعه ايه؟ اوروبي هندي. المبنى القصر عباره عن
طابقين. الطابق الأول اللي احنا فيه ده في ثلاث غرف، غرفتين ضيافة وغرفة كانت بلياردو والبار. الطابق الثاني فيه أربع غرف، الأربع غرف دي للنوم، وكل غرفة فيها حمامها الخاص. نطلع على الروف، الروف بنطلع بسلم خشبي معمول من خشب الورد. الروف فيه زخارف هندسية لا مثيل لها، نباتية وحيوانية، مجموعة تماثيل واخدة الستايل الهندي، مجموعة تماثيل الفيلة، تماثيل الفرسان اللي خد عليها الطابع اليوناني الروماني، أغلب الظن الشكل العام بالسيف بشكل فارس. الرخام اللي موجود في الأصل هنا جاي من إيطاليا، أما الكريستال فهو جاي من تشيكوسلوفاكيا. طب عملية الترميم يا دكتورة يعني بتتم إزاي ووصلت لحد فين؟ الهيئة الهندسية القوات المسلحة كان في كونتراكت مع وزارة الآثار، بدأت أعمال الترميم في أغسطس 2017. الترميم فيه ترميم دقيق وفيه ترميم معماري. الترميم الدقيق زي ما احنا شايفين هنا، والترميم المعماري اللي هي بعض الحاجات اللي كانت حصل فيها كراكس، حصل فيها شروخ، بيتعمل لها ترميم معماري. المهم إن شاء الله ينتهي هذا المشروع في تقريبا منتصف 2019. المواطن بقى بعد كده المكان ده هيتفتح له كمزار سياح ولا مكان يعني ترفيهي، ولا هيبقى عبارة عن ايه بعد التطوير؟ احنا نقول حاجة معلومة بس مهمة الأول، ان المكان ده سجل أثر في 1993 وتم شراؤه في 2007. سجل في 93 وتم شراؤه في 2007. بعد الشراء احنا خلاص بعد التطوير والافتتاح هيبقى متاح لجميع الزائرين السائحين من مصر ومن الخارج يزوروا قصر البارون. يعني كان في بعض الاحداث ان هو يتعمل فيه بعض العروض الفنيه مثلا زي منطقه قبه الغور، الكلام ده هل الكلام ده هيتم ولا هو هيبقى قصر مزار سياحه فقط؟ لو هيتعمل حاجه زي كده هيتعمل في النشاط الخارجي. انت بتتكلم على مساحه ايه؟ 12500 متر. 12500 متر المساحه، القصر نفسها مش واخده المساحه دي كلها. فعندنا احنا مساحه خضراء تحيط بالقصر، ممكن في الحاله دي تقام فيها اي انشطه تتلائم مع طبيعه الاثر. بشكر حضرتك جدا دكتور مصطفى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. يعني هي خطه بداتها وزاره الاثار منذ عام 2015 لاعاده افتتاح وتطوير بعض المناطق الاثريه. يعني كان هناك افتتاح متحف سواج من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور وزير الاثار، كان هناك ايضا يعني افتتاح لمقبره محو ويعني تطوير منطقه صان الحجر. اذا هي افتتاحات واكتشافات اثريه على مدار يعني الايام الماضيه بداتها وزاره الاثار من اجل يعني اعاده تنشيط السياحه المصريه. شكرا لك اشرف مبارك مراسل النيل من داخل قصر البارون. تفقد محافظون عددا من المدارس امس بهدف الاطمئنان على سير العمليه التعليميه، خاصه مع بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد بمرحله رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي. كما قام المحافظون بمتابعة موقف وصول الكتب وإجراءات الصيانة الداخلية بالمدارس وتطبيق لائحة الانضباط وما يتعلق بانتظام اليوم الدراسي والعملية التعليمية. استمرت الجولات الميدانية في العديد من المحافظات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس بمختلف المحافظات. بلدنا محتاجة يتعلم كويس، لما هنتعلم كويس مش هيبقى عندنا جهل، لما مش هيبقى عندنا جهل مش هيبقى عندنا فقر، مش هيبقى عندنا فقر مش هيبقى عندنا مرض. البلد بتتحسن بالتعليم، ومفيش فرصه لتحسين البلد دي غير بالتعليم. هو احنا بدأنا الاستعداد من فتره، والاسبوع اللي فات انا مريت على مدارس كثيره بشأن متابعه عمليه الاستعداد لاستقبال الطلاب اليوم. وهو امبارح كان في محافظتنا بني سويف حوالي 5% اللي انتظموا في العمليه التعليميه، النهارده تمت بنسبه 100%. عندنا 2153 مدرسه انتظم فيهم 800,000 طالب. النظام ان شاء الله هيساعدنا كتير جدا، مش بس يعني هنبعد الحفظ بقى ويبقى عندنا فهم الحاجه اللي فاهمينها، عندنا كل حاجه موجوده على التابلت بقى. لو انا عايز ارجع لاي حاجه، لو عايز ارجع لمرجع كتاب، اي حاجه هلاقيها كلها موجوده على التابلت، فالعمليه هتبقى اسهل باذن الله، ونتمنى لكم كل التوفيق. وأكد محافظ الفيوم اللواء عصام سعد أثناء جولته لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة على أهمية أن تكون المدرسة بيئة جاذبة للطلاب تسود فيها التعاون والاحترام المتبادل. تحية العلم والنشيد والسلام الوطني في الطابور الصباحي، وهذا الكلام منتهي.
الحاجة التانية زي ما بنهتم بالناحية التعليمية أو الناحية تحصيل التعليم في كافة المواد، فبنهتم اهتمام كامل بنفس الأنشطة رياضية ثقافية فنية، كل الأنشطة تمارس وتمارس على مستوى عالي. نمرة ثلاثة وده الأهم، كل ده بيتم عشان إيه؟ عشان نزرع هنا حب الانتماء لبلدنا، وده موضوع مهم جدا، ده اللي أنا بأكد عليه. كما تفقد محافظ المنوفية اللواء أركان حرب سعيد عباس مدرسة قويسنا الثانوية للبنات لاستماع لاقتراحات الطلاب لإيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجههم أثناء العام الدراسي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدرسة السادس من أكتوبر القومية للغات مراسل النيل رمضان المطعاني. رمضان، كيف تبدو الأجواء لديك والاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد؟ نعم، يعني نحن هنا بأحد الفصول الخاصة بمدرسة القومية للغات بالسادس من أكتوبر. يعني تشير يعني الأمور هنا إلى انتظام العملية الدراسية منذ يومها الأول والثاني، وخلال جولتنا بالمدارس يعني كافة الفصول متواجد بها الطلاب، يعني عدا بعض الفصول برياض الأطفال التي سوف تبدأ من غد، وبالنظام التعليمي الجديد، وهذا يعني وفق المنظومة التعليمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم. ولكن معنا على الهواء مباشرة ضيفي الأستاذ محمد الشيمي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية. برحب بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك يا فندم. يعني من خلال جولتك لتؤكد على يعني حديثي بانتظام العملية الدراسية، لو أطلعتنا على المزيد من الاستعدادات التي اتخذتها المدرسة لسير العملية التعليمية. الحقيقة حضرتك أنا موجود في صرح تعليم كبير جدا يتبع المعاهد القومية. المدرسة خدت استعداداتها من أول 8 في من الصيانة وتجهيز المعامل وتجهيز الفصول وكل الأجهزة الإلكترونية اللي تم تدعيمنا بيها حضرتك، والتوصيلات وصلت داخلة المدرسة الحمد لله، والأمور من امبارح النهاردة حضرتك ماشية على بانتظام جامد. الأولاد فرحانين بعودتهم للمدرسة، وخصوصا كمان ان هم لقوا الفصول متغيره عن السنه اللي فاتت اللي بالنسبه لاولى ابتدائي، يعني هم كانوا في كيجيهات كيجي 2 وطلعوا اولى ابتدائي. كل الفصول تدعمت حضرتك بالسبورات والاجهزه الكهربائيه بتاعتها. النهارده زي ما حضرتك شايف كده هو ده فصل اولى ابتدائي، نسبه الحضور مرتفعه جدا، كل الفصول في سنه اولى ابتدائي كذلك معاهم الكتب بتاعتهم، المدرسه بتقوم بشرح المنهج الجديد حضرتك، وانا موجود من اول الحصه. في تجاوب من الاولاد مع المدرسه بشكل يعني ملفت للنظر، يعني فده طبعا لسه احنا بنقول ده نتاج يومين. حضرتك النهارده تاني يوم في العام الدراسي، كل سنه وسعادتك طيب والاولياء الامور بخير. احنا المنهج بيساعد على بناء شخصيه الطالب، هو ده الاساس بتاعنا، الطالب الكيجي والطالب اللي في اولى ابتدائي اللي هيطلع ان شاء الرحمن 20 30 اول دفعه تتخرج، ده اللي هيقود البلد باذن واحد احد، وتكون في احسن تصنيف عالمي في التعليم باذن الله. بالنسبه ايضا ل يعني المدرسين، بالنسبه للتدريبات التي قاموا بها من قبل المعاهد القوميه ل يعني تقبل او تدريس النظام التعليمي الجديد. الحقيقه حضرتك انا من خلال الميكروفون بتاع سعادتك ببعت لكل معلمي مصر تحيه خاصه، لان هم ضحوا باجازاتهم في الصيف وانتظموا في البرامج التدريبيه اللي هي بتساعد وبتؤهل على تدريس المنهج الجديد. فانا بحييهم ان هم اثبتوا فعلا ان هم قلبهم على قلب الجيل اللي بيعلموه، على قلب مصر حضرتك، بيراعوا ضميرهم. انا بحييهم وبقول لهم متشكرين جدا، وزي معالي الوزير قال حضرتك نسبه التدريب المعلمين 128 الف معلم في فتره وجيزه جدا، ومع ذلك التدريبات مستمره وشغاله باذن واحد احد لغايه نوفمبر 2019. يعني الفتره اللي فاتت دي ده بدايه فترة
فترة التدريب، وإنما التدريب والبرامج التدريبية مستمرة لغاية نوفمبر 2019. شكرك أستاذ محمد الشيمي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، شكرا جزيلا لك يا فندم. وكما تابعنا يعني تأكيدات على حسن سير العملية التعليمية في محافظة الجيزة. شكرا لك رمضان المطعني مراسل النيل من إحدى مدارس محافظة الجيزة، كنت معنا مباشرة. أعلن وزير المخابرات الإيراني القبض على شبكة كبيرة من المشتبه بهم لصلاتهم بالهجوم على العرض العسكري في الأهواز الذي وقع أول من أمس السبت. في الوقت نفسه حذر نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي في كلمته خلال تشييع جثامين ضحايا الهجوم، حذر زعماء كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من رد مدمر، متهما الدولتين بالتورط في هجوم أسقط 25 قتيلا على الأقل. سيطرت قوات الجيش اليمني على تحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتة جنوبية مدينة الحديدة عقب عملية تمشيط واسعة، كما طردت القوات الميليشيات من المنازل التي تحصنت فيها وحولتها إلى ثكنات عسكرية خلال عملية تمشيط المزارع المجاورة لمدينة التحيتة من الجهة الغربية، ما أسفر عن مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. خلال لقائها الرئيس السيسي في نيويورك، مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن اقتصاد مصر يتعافى وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط. مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يؤكد في تصريحات خاصة للنيل أن الوزاري العربي سيبحث اليوم في نيويورك سبل توفير الحماية للفلسطينيين ودعم الأونروا. الآلاف يشيعون ضحايا هجوم الأهواز، وإيران تعلن القبض على شبكة كبيرة على صلة بالهجوم، وتحذر أمريكا وإسرائيل من انتقام مدمر. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.